لنفترض أن لدينا مثلث قائم، دعوني أرسمه هنا هكذا. هذا هو المثلث قائم الزاوية، هذه الزاوية التي قياسها 90 درجة هنا، وقد أعطينا طول هذا الضلع يساوي 14، وطول هذا الضلع يساوي 9، وهذا الضلع هو A، ونحتاج لمعرفة طوله. وكما أشرت سابقا إن هذا مثلث قائم الزاوية، ونحن نعلم أنه إذا كان لدينا مثلث قائم وكنا نعرف طول ضلعين منه، بالتالي يمكننا إيجاد الضلع الثالث باستخدام نظرية فيثاغورس. ومفاد نظرية فيثاغورس أن مجموع مربعات الأضلاع القصيرة سيكون مربع الضلع الأطول أو مربع الوتر. وإذا لم تكن متأكدا من هذا، فربما ستفكر وتقول: كيف يمكنني أن أعرف أن A أقصر من هذا الضلع؟ كيف يمكن أن أعرف أنه لا يساوي 15 أو ربما 16؟ والطريقة هي أن تقول أن الضلع الأطول في المثلث قائم الزاوية، وللعلم أن هذا يطبق فقط على المثلث قائم الزاوية، هو الضلع المقابل للزاوية التي قياسها 90 درجة، وفي هذه الحالة 14 يقع مقابل زاوية 90 درجة. هذه الزاوية التي قياسها 90 درجة وتكون مقابل الضلع الأطول، أي الضلع الذي نسميه بالوتر. والآن بما أننا نعرف أن هذا هو الضلع الأطول، دعوني أقوم بتلوينه. إذن هذا الضلع الأطول، وهذا واحدة من الأضلاع الأقصر، وهذا هو الضلع الأقصر الآخر. نظرية فيثاغورس مفادها أن مجموع مربعات الأضلاع القصيرة، أي A تربيع زائد 9 تربيع، يساوي 14 تربيع. ومن المهم أن تدرك أنه ليس 9 تربيع زائد 14 تربيع هو ما يساوي A تربيع، لأنه A تربيع واحد من الأضلاع القصيرة، بل إن مجموع مربعات هذان الضلعان سيساوي 14 تربيع أو مربع الوتر. ومن هنا علينا أن نجد قيمة A. إذن لدينا A تربيع زائد 9 تربيع، أي 81 يساوي 14 تربيع. وفي حال كنا لا نعرف كم يساوي هذا، فدعوني أن أقوم بعملية الضرب. 14 ضرب 14، 4 ضرب 4 16، 4 ضرب 1 يساوي 4، زائد 1 يساوي 5، وأضع الصفر هنا. 1 ضرب 4 يساوي 4، 1 ضرب 1 يساوي 1، 6 زائد 0 يساوي 6، 5 زائد 4 يساوي 9، وننزل الواحد فيكون الناتج 196. إذن A تربيع زائد 81 يساوي 14 تربيع، أي 196. الآن يمكننا أن نطرح 81 من طرفي المعادلة. نطرح 81 من طرفي المعادلة، سيقتصر الجانب الأيسر فقط على A تربيع، يتم حذف هذان، فكل ما نفعله هنا هو طرح 81. إذن يتبقى لدينا A تربيع يساوي 196 ناقص 81. حسناً، ما هذا؟ لنطرح هنا، إذا قمنا بطرح الواحد سيتبقى لدينا 195، وإذا طرحنا 80 سنحصل على 115. إذن كنت أقوم بهذا بشكل صحيح، 115. ومن ثم نجد قيمة A من خلال أخذ الجذر التربيعي لكلا الطرفين، الجذر التربيعي الموجب لكلا طرفي هذه المعادلة. لنفعل هذا إذن، ولأننا نتعامل مع مسافات فلا يجب أن نحصل على جذور تربيعية سالبة أو مسافة سالبة. إذن حصلنا على قيمة A وتساوي الجذر التربيعي ل 115، الجذر التربيعي ل 115. لنرى إذا كان بإمكاننا أن نحلل 115 إلى عواملها. لنرى ذلك، من الواضح أنه يقبل القسمة على 5،
وإذا أخذنا عوامله فهي 5 ثم 115 تقسيم 5 يساوي 23. إذن كلا هذان العددان أوليان، فلا يمكن أن نحلل هذا إلى عوامل أكثر. إذن A تساوي الجذر التربيعي ل 115. الآن إذا أردنا أن ندرك مدى كبر الجذر التربيعي ل 115، فإذا فكرنا في هذا، الجذر التربيعي ل 100 يساوي 10، والجذر التربيعي ل 121 يساوي 11. وإذا هذه القيمة الموجودة هنا ستصبح في مكان ما بين 10 و 11، وهذا منطقيا إذا فكرت به بطريقة مرئية.